يوم العار المصري. الوصف ده اختارته صحيفة الاندمنتة البريطانية في تقرير سابق لها يوم مذبحة فض ربعة في أغسطس 2013. ومن غير الحقيقة ما تتأثر بفكرة انك انت بقى الأحداث والجو ده، لا، من غير ما تتأثر بالقصة دي، خليني أقول لك إن الصحف الأجنبية وقتها تعاملت مع الحكاية دي بشكل غريب جدا. اتعاملت الصحف الأجنبية، خرجت مثلا الميدل إيست آي اتكلمت، قالت بالنص كده يوم الفض والمحطة الرئيسية لاستقطاب، هي اللي بتقول لاستقطاب بين المصريين والبلد لا تزال تعاني. عشان نناقش بشكل أوسع الموضوع ده بتاع ربعة ومجزرة ربعة، خليني أقول لكم أنه يشرفني عبر سكايب الصحفية الهولندية التي قامت أو شاركت في تغطية فض ربعة، رينا نيتشز. سيدة رينا، مرحبا وأهلا بحضرتك. شكرا، شكرا على الاستضافة وشكرا على تلبيتك الدعوة. سيدة رينا، بعد خلينا الأول نشوف قبل ما نتقابل مع يعني نتكلم مع الأستاذة رينا، نشوف البداية انفوجراف لأبرز التغطيات والعناوين الأجنبية اللي تناولت يوم فض ربعة. نشوف كده. دي كانت أبرز عناوين الصحافة في يوم الفض. أستاذة رينا، بعد 9 سنوات من المجزرة ربعة، ما هي أبرز وأنت شاهدتي المشاهد الفض الأولى التي لا تزال عالقة في ذهنك، ما هي أبرز هذه المشاهد؟ في يمكن اثنين هكتين. أنا كنت في مصر طبعاً، وأنا حصلت على اتصال من واحد مصري اللي كان من أمستردام، وإحنا يعني كم يوم قبلها إحنا عملنا انترفيو لقاء معه، وهو اتصل بي وهو قال يعني في الصبح بدري، أفتكر الساعة 6 أو 7، أنا مش فاكرة بالضبط، بس هو قال لي رينا كان في إطلاق النار، هم أطلقوا النار وإحنا دلوقتي بندور الحماية في مبنى خلاص. وأنا افتكرت أنا لازم أروح، أنا أرسلت يعني إيميل للمحطة الراديو أنا كنت بشتغل هناك، وأنا هم قالوا يعني أنت مش لازم تروحي يعني بالحروف كبيرة، بس أنا افتكرت أنا لازم أروح. وطبعا أنا مش أخذ، أنا مش حامل حاجات يعني خطيرة جدا، بس قربنا تاكسي والسواء وأنا، وشوفنا الدخان. إحنا جينا من منطقة الرهاب على مدينة ناصر في 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 الجانب في الجانب الشرقي هناك، ووقفنا وشوفنا براميل النفط اللي كانت فاتية، والنفط أو الزيت يعني في الشارع. يعني ده مهم بالنسبة لي عشان يعني أنا شفت إن كان في منظم، لا بعدين أنا فهمت إن هما استخدموا القوات الأمن، هما استخدموا النفط ده عشان يتحركوا خيم أو خيمات هناك، بس أنا أشوف بعيني وما حدش ممكن يقول حاجة تاني. بس أوحش حاجة طبعاً أنا شفت في يوم بعديها، زميلي جاي من بيروت وإحنا زرنا جامعة في مدينة نصر كمان، وكان فيها يعني افتكر أكثر من 200 يعني جثة هناك. الريحة كان يعني مش معقول وحشة جداً. بس أوحش حاجة إن أنا شفت على الأقل 5 أو 6 جثث اللي اتحرقوا، يعني هما كانوا سوداء، أو الجثث كانت سوداء متفحمة يعني متفحمة. إيه طب معلش يا أستاذة رينا، يعني أنت وقتها كنت مشغلة مراسلة لأني قناة أو لأني شبكة أو لأي جورنال؟ للراديو هولندي بيزنس نيوز راديو، وانا دلوقتي كمان معهم، وجريده بارول
في هولندا، ويعني هما قلتنا اثنين، وكمان راديو بلجيكي يعني، ويعني أكثر، بس هما الاثنين أنا كنت مراسلة لهم. اللي كنت مراسلة صوت وكاميرا ولا صوت فقط أو فوتوغرافيا؟ أحيانا كنت في التلفزيون، بس كتير يعني في الراديو، وأنا كتبت كتير يعني. طيب هل وقتها التقطت صور لهذه المشاهد؟ احنا يعني مع زميل التلفزيون احنا صورنا كتير، احنا عملنا تقرير في يوم بعديها على طول، وكمان روحنا لأماكن تانية، واحنا كلمنا ناس كتير اللي كانوا موجودين. احنا يعني كل يوم، يمكن أسبوع يعني، كل يوم إحنا عملنا تقرير تلفزيوني وتقرير راديو وجريدة يعني في كل مكان. طيب سؤالي ليكي، يعني أنت كنت موجودة في مصر قبلها، قبل الوقعة الفض، نعم. كان بقالك قد إيه في مصر؟ يعني كم هي المدة التي قضيتيها في مصر؟ أنا كنت يعني مستقرة في مصر من نص 2010، يعني نص سنة قبل الثورة. طيب معلش يا أستاذة رينا، هل زرتي ربعة قبل الفض؟ هل زرتي التجمع نعم بتاع ربعة؟ نعم كذا مرات، وكمان الدبلوماسيين السفارة الهولندية يعني هما كانوا عايزين يعرفوا مني، يعني كان يعني هما قالوا يعني انت ممكن تقولي، عشان هما كانوا خايفين يروحوا هناك. بس انا كنت عايزة اقول يعني كمان يعني طبعا كان في اخوان كتير، بس مش كلهم، وكمان كان في زاوية في مدينة نصر، وكان في اقباط، وانا عملت انترفيوهات كتير، وهما قالوا إحنا هنا مش عشان إحنا مع الإخوان، بس إحنا هنا عشان إحنا ضد الحكم الأصغر. يعني إحنا كان في عارفين أقباط، أنت شفتي هناك أقباط في تجمع رابعة؟ إيه زاوية، وأنا عشان الهولنديين طبعا هم خايفين، يعني مش كلهم، بس يعني عموما في سياسيين كتير ومخايفين شوي من الإسلام. أنا ركزت يعني، أنا شفت وأنا عملت لقاءات معهم. كان في أقباط، هم قالوا إحنا ضد الحكم العسكري، عشان كده يعني إحنا مش عايزين، إحنا عارفين إيه المعنى يعني، خلاص الديمقراطية يكون يعني. أول مرة يا أستاذة رينا أسمع هذه المعلومة، إن كان أوكي. في أول مرة أسمع إن في المعلومة إن كان في أقباط داخل اعتصام رابعة، وهذه شهادة من السيدة رينا مش مني، أول مرة أسمعها. طب معلش يا أستاذة رينا، أول مرة روحتي وبعد كده كيف كان يستقبلك المعتصمين هناك؟ يعني أنا فاكرة كان في ناس كتير برا، من برا القاهرة يعني، من كل الأماكن في مصر هما كانوا، وكان في أنواع يعني، أنواع، كان في طلاب، وكان في ناس يمكن أنا مش عارفة الكلمة بوسطاء يعني، بس أيوة. كان عندهم وعي إن هما مش عايزين حكم العسكر، ده كان واضح قوي يعني. انا افتكر عموما يعني ان في الريف الناس عندهم الوعي كمان كويس يعني، في ناس كثير عندهم وعي كويس. طيب وعلى فكره، على فكره عندي معلومه يمكن جديده تاني يعني، لو حضرتك بتحب تسمع. احب طبعا، عشان انا شفت الانترودكشن، المقدمه قبل اللقاء، أنا كنت في القاهرة طبعاً، وبعد اليوم فرانس تيمرمانس الهولندي يعني هو خط مكانه يعني، كان في أشتن أفتكر، وهي زارت مرسي، بعدين اليوم، وبعدين هولندي فرانس تيمرمانس وزير الخارجية هو كان بيحاولوا إن يحل مشكلة بين الإخوان والحكومة في الوقت ده. وأنا عملت انترفيو معه،
وهو قال لي أنا وصلت النهاردة الصبح، كان في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، يعني عموما يعني تقريبا أسبوعين قبل الفضل يعني. وهو قال لي أنا وصلت، بس المصريين الحكومة قالت يعني ما فيش فايدة أنت وصلت، مش لازم خالص، إحنا مش عايزين يكلم معك، إحنا مش عايزين يكلم مع الإخوان، يعني بالنسبة لي يعني خلاص إحنا مش عايزين حاجة. وهو قال لي طب كمان الإخوان هما ما كانوش يجيبوا فعلا حاجات كبيرة يعني عشان يحل المشكلة، بس يعني خاصة إن ما فيش مظاهرات تطلع من الميدان على أماكن تانية، وعشان كان في مشاكل قبل 14 أغسطس زي ما أنتوا عارفين طبعا بالضبط. ويعني كان حاجة صغيرة مش مظاهرات للأماكن حكومية، يعني أنا فاكرة كان في مظاهرة على مكان عسكري، أنا فاكرة كنا هناك. بس هو قال الحكومة قالت لي أنت وصلت ببلاش، يعني أحسن أنت ترجع أهل الدول. وهو هو قال لي يعني ده أنا فاكره كويس، يمكن أنتم مش عارفين أنا ما بعرف. صحيح، لا أول مرة برضو أعرفها إن الحكومة أو النظام وقتها بتاع فتح السيسي أو عدل منصور قالوا لمسؤول دبلوماسي كبير هولندي أنت مالكش دعوة بالموضوع ده، أنت خلاص الموضوع خلص. صح، وهو كان المبعوث يعني بدلا من ليون، هو كان المبعوث من الاتحاد الأوروبي الجديد يعني. يعني هو كان مرسل مبعوث من الاتحاد الأوروبي للتعاون أو لعمل حلول ما بين الإخوان وما بين النظام وقتها، لكن رد عليه النظام قال له أنت مش محتاجين إحنا حاجة خلاص الموضوع. بالضبط، هو كان وجه بس ما فيش حاجة يعني. فرانس تيمرمانز اسمه. طيب نرجع بقى للتعامل الصحفي أستاذة رينا. رأت لجنة الصحفيين أن هناك صحفيين ضحوا بحياتهم في المجزرة، وكذلك في صحيفة زي الواشنطن بوست شافت أن النظام تعمد، يعني أنت بتقولي دلوقتي أن هم أبعدوا الدبلوماسيين الغربيين منهم الشخص اللي ذكرتي ده، لكن واشنطن بوست بتقول كمان أن النظام تعمد إبعاد الإعلام الغربي. كيف رصدت وضع الصحفيين أثناء تغطية المجزرة؟ أوكي، الصبح اللي أنا وصلت كمان أنا كنت عايزة أستمر شوية يعني شوية أكتر، بس هم منعوني، وكمان أنا خفت طبعا يعني مش عايزة يعني أوصل في الحبسة وهجا. عشان محطة الراديو قالت لا ما تروحيش ومش لازم خالص أنت تروحي هناك. وأنا كان في ناس تيجي من الميدان من ربع أدوية، وأنا سألتهم كذا أسئلة، وعلى طول كان في واحد من المخابرات باللبس مدني يجي يعني. بس أنا سألت كذا أسئلة، أو أنا سألت ممكن نروح لمكان شوية بعيد من هنا يعني. أكيد هما ما كانوا عايزين إن أنا أدخل يعني أكتر، يعني مش عايزينك تدخلي الميدان أكتر من النقطة اللي أنت وصلت لها. أيوة صح، لكن أنت بتقول إنك دخلت المسجد. أنا دخلت المسجد اليوم بعديها، ويوم بعديها ما كانش في مشكلة، إحنا كنا في المسجد. مسجد إيه اللي دخلتيه؟ مسجد إيه؟ ربعة ولا مسجد الإيمان بتقولي؟ أنا والله ده كان من 9 سنين. أنا أفتكر مسجد ربع، بس يعني في جانب الشرقي، بس أنا كمان مش 100% متأكدة يعني. طيب المسجد اللي أنت دخلتيه ده بعدها بيوم أنت بتقولي شفتي فيه على الأقل 6 جثث متفحمة يعني محروقة، وأكثر من 200 جثة موجودين قدامك في المسجد ده. أيوة، لو أنا فاكرة كويس كان في المسجد ده كان في 223 تقريبا يعني جثة هناك يعني، وكان في عائلات أو أمهات يعني تبكي يعني جنب
القصص وحاجات دي يعني. بس احنا يعني كان مهم ان احنا صورنا الحال للتقرير. طيب صحيفة الجارديان أستاذة لينا وصفت اللي حصل في رابعة بأنه يشبه ما فعله الجيش الصيني في الميدان المشهور وقتها. يعني ما هو الفرق أو اختلف بين المشهدين، المشهد الصيني والمشهد المصري، وهل كان المشهد المصري أشد فظاعة أو زيه؟ أنا لازم أقول إن أنا مش أعرف الحال بالنسبة للميدان في الصين كويس يعني. أنا مش ممكن أرد كويس في السؤال ده يعني. بس في كمان طبعا حاجة، مصريين هما بيحصلوا على دعم كتير من الغرب يعني، من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي، عشان كده ده كمان مهم يعني. الصين يعني هما مستقلين يعني، ما فيش دعم من الغرب. بس مصر طبعا بيحصل على كتير يعني، خاصة القوات العسكرية. طيب صحيفة ميدل ايست اي رأت ان النظام المصري يمارس منذ فد رابعة دعاية يعني قومية شريرة تحت مسمى اطلاق وصف الارهاب على الاخوان وحلفائهم. من وجهة نظرك هل نجح النظام المصري في التغطية على هذه الجريمة؟ أنا أفتكر نوعا ما أيوة يعني، خاصة بالنسبة للسياسيين. أنا بتكلم مثلا عن هولندا، مع الأسف كمان الحكومة الجديدة يعني، أو نفس الحكومة عندنا دلوقتي يعني اللي كان من سنتين، هما خلوا يعني، أو هما وافقوا تصدير السلاح على مصر من جديد يعني. وهما قرروا ده في نص الصيف، ان البرلمان مش موجود يعني، مع الاسف يعني، مع الاسف الشديد. طب معلش خلينا نشوف. كان في الحقيقة صحفيين سي ان ان بيتذكروا اللي حصل وحملة القمع اللي بتشوفها كانت مجزرة رابعة، زي ما بتقول صحفيين او صحفيين السي ان ان بيتذكروا ده. نشوف كده اهو، رابعة كانت مجزرة، بعد مرور عام يتذكر صحفيون سي ان ان حملة القمع. ده الحقيقة بعد سنة من اللي حصل يعني. طيب أرجع تاني كمان، أيضا لجنة حماية الصحفيين قالت إن وقتها إن في 1000 تقريبا أو 1000 حالة وفاة، ومنهم صحفيين ضحوا بحياتهم. أهو ده لجنة الصحافة الدولية 1000 وثقت أي يعني 1000 حالة وفاة وصحفيين ضحوا بحياتهم. أيضا صحيفة الاندبندنت وقتها نشرت كده عنوان اسمه يوم العار المصري قدام حضرتك، Egypt's Day of Shame، يوم العار المصري، مع صورة ده قبل ما تتباع الاندبندنت على فكرة. طيب أعود للسيدة الأستاذة رينا. أستاذة رينا يعني بعيدا عن ده، نرجع للموضوع اللي كنت اتكلمت فيه. ميدل ايست مينوتور كان بتكلم انه او ترى ان النظام بيتستر على تلك الجريمه بكسب اكبر او قدر اكبر من الصمت الغربي عن طريق انه بيعمل صفقات سلاح معهم. فهل هذه الاستراتيجيه اللي بيعملها النظام نجحت حتى الان في اسكات الغرب عن الجرائم بتاعت النظام؟ يعني نوع ما أنا أفتكر يعني. أنا كمان عايزة أقول مثلا بالنسبة لسوريا يعني، كمان هناك طبعا الحال مختلفة وناس أكتر ماتوا، بس كمان هناك النظام نجحت نوعا ما إن يوصف المعارضة، كل المعارضة إن هم جهاديين يعني،
كمان على فكره انا عندي حكم في مصر، وانا كمان انا مسيحيه وانا بروح كنيسه كل اسبوع تقريبا، وهم قالوا انا جهاديه يعني ده في قالوا عليك انت رينا، قالوا عليك انت انك جهاديه ايه 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 وانت مسيحيه ايه وبتروح الكنيسة بس قالوا عليه، وهل نجحت الدعاية دي ضدك؟ يعني نوعا ما انا لغاية دلوقتي على فكرة انا في ناس بيفتكروا يمكن انا فعلا جهادية، وانا عشان كده انا رحت للاعلام او لو كان الاعلام سالوني انا قلت ايوه لكل القنوات عشان الناس عارفين ان انا مش جهاديه يعني، بس لغايه دلوقتي في ناس في هولندا يعني هم بيقولوا هيك او بيفتكروا هيك يعني، ما عشان كده انا كمان عارف يعني لو انت بتحط يعني اسم جهادي لأي حد موارد ده اللعبة في الشرق الأوسط، وفي مع الأسف في سياسيين في الغرب هم على الأقل هم بيشكوا هم بيشكوا وما مش عارفين العالم العربي، ما هم مش ممكن يتعبوا الإعلام العربي أنا أفتكر ده وهم مش عارفين وهم خايفين وهم في يمكن كنيسة اللي مع نظام بتقول لا سيسي كويس أو بشار الأسد كويس وخلاص يعني هما يروحوا وراهم، أنا شايفة كده. طب معلش يا أستاذة رينا، باعتبارك مسيحية كاثوليك صح؟ كاثوليكية؟ بروتستانت. باعتبارك مسيحية بروتستانت، كيف ترى يعني أنت كيف رأيت أو ترى الآن الكنيسة في مصر وراء السيسي الدكتاتور، الكنيسة في سوريا مع بشار الأسد، الكنيسة في روسيا مع بوتين، يعني كيف ترى دور الكنائس في تدعيم الأنظمة الدكتاتورية؟ صح يعني كمان مش كل الكنائس بس الأرثوذكس قوية، الأرثوذكس صحيح في مصر وفي سوريا وفي روسيا يعني أنا ما دلالة ذلك؟ يعني ما دلالة أن الكنيسة الأرثوذكس دائما تقف في صف الدكتاتور؟ ما دلالة ده عندك يا أستاذة رينا باعتبارك مسيحية أيا يعني كانت بقى مذهبك؟ يعني أنا والله أنا بكتب وكمان في السوشيال ميديا يعني أنا بكتب كتير عن ده يعني ده حاجة وحشة جدا يعني أنا ده على عكس من المسيحية بالنسبة لي يعني، وكمان يعني حرام كتير ومتهيالي في كنيسة في رجالة اللي هم عايزين القوة وهم بيفتكروا يعني ما قريب من الدكتاتور احنا ممكن نحصل على حاجات يعني كويسة لينا، بس يعني بس صعب جدا يعني لو في مصر او في روسيا او في سوريا، بس الحمد لله في كمان مؤردين مسيحيين يعني طبعا مثلا في مصر قصر دبارة يعني انا رحت هناك ويعني هما كانوا مع الثورة يعني افتكر وكان في اقباط كثير في الميدان وما مش مع قادة الكنيسة وفي مسبيرو كانوا برضو في مسيحيين معتصمين. طيب ايوه وحصلت لهم مذبحة، هل غطيتي مذبحة مسبيرو دي يا استاذة رينا؟ نعم كمان عملنا تقرير وكمان نفس السيناريو انا حصلت على أو يمكن انا شفت في التلفزيون احنا رحنا على طول لما سمعنا ايه حصل وعملنا تقرير مع منير ثابت اسمه يعني ايوه يعني طبعنا وغطينا قوي للاعلام هولندي. كان واضح جدا تورط العساكر في الجيش المصري مع الضحايا في مسبيرو صحيح؟ نعم صح، وإحنا كمان سمعنا من شهود هناك اللي هما رموا جثث في النيل يعني. طيب ما حدش سألك هناك يا رينا انت ايه اللي دخلك في الشأن المصري سواء مع الإخوان أو مع المسيحيين في مسبيرو،
يعني ما حدش قالك انك انت جاسوسة او مدعومة من جهات معينة؟ على طول من كل مكان، يعني من كل مكان، عشان كمان انا بكلم عربي، ده كمان مشكلة. يعني اكيد انت جاسوسة، يعني كمان في مصر وفي سوريا. انا بروح هلا دراستي على سوريا، يعني في شمال سوريا، بس عند واي بي جي يبقى في شمال شرق سوريا، كنا في حبس 4 ساعات. واكيد اكيد انت جاسوسه، يعني ليه انت بتتكلمي عربي؟ والله انا عملت جهود كتير، بس وكمان يعني احيانا بس كمان في تركيا، يمكن عشان اللغات او عشان انت تدخلي تركيا في ناس يمكن. بس كمان عشان كده انا بكلم بصراحه، يعني انا بعمل ايه، يعني وانا اروح هناك ليه، عشان انا اخذ الحقيقه من الناس اللي في الداخل. يعني انا مش عايزه اكتب عن الناس، بس انا عايزه اقعد مع ناس في داخل، مع ناس كتير في داخل، مع ناس مختلفين في داخل، عشان اخذ فكره، يعني ان شاء الله قريب قوي من الحقيقه. عشان كده بقى طيب لينا معلش، يعني قبل ما انهي الملف ده معاكي، يعني قبل الفض التقيتي بمصريين هناك في ربعة، هل بدون ما تذكري الاسم، هل تذكري شخص ما، امرأة ما، رجل ما داخل الاعتصام ده؟ نعم كذا، نعم تذكري ناس كتير تعاملت معاكي داخل الاعتصام؟ هما كانوا كويسين قوي، هما كانوا مبسوطين قوي ان انا كنت موجوده. انا قلت الدبلوماسيين الهولنديين كانوا خايفين يروحوا هناك، انا قلت ده عادي، يعني انا رحت الاول مع احد، بس كمان كذا مرات انا رحت على وحدي. طبعا الفرق ان انا بفهم ايه بيحصل حواليا، عشان انا عارفه اللغه يعني. بس كمان أنا فاكرة مرة الجار في رهاب هو سوري، هو قال أنت رايحة على رابا، هما كلهم جهاديين. أنا قلت منين أنت بتفتكر كده؟ التلفزيون المصري بتقول كده، يعني حتى الجار اللي ساكنة مش بعيدة من مدينة ناصر وهو سوري، هو كان بيفتكروا إن كل إرهابيين هناك يعني. لكن بعيدا عن مشاعرك، بعيدا عن شغلتك كصحفية أثناء الفض وبعد الفض، هل تأثرتي إنسانيا بالمشاهد دي؟ بصرف النظر عن كونك مراسلة جئتي لتغطية الحدث، هل تأثرتي كإنسان بالمشاهد اللي شفتيها؟ يعني ده سؤال كويس جدا، عشان ناس بيسألوني يعني ليه أنت تشتغلي شغلك كده، والجهود ويمكن الفلوس مش كتير قوي يعني، وعلى طول واكيد الفلوس مش كتير قوي. بس زي ما انا قلت، يعني كل الناس المظلومه، وانا عندي باسبور هولندي، انا عندي حمايه اكتر بكتير، وانا يعني مش في السجن او في حبس. يعني انا بحس على الاقل انا في حياتي انا ممكن اوضح او اجيب الحكايات من الناس اللي في الحبس او حصل ليهم، يعني هما اتقتلوا. يعني انا بحس على الاقل يعني انا ممكن اجيب الصوره الواضحه. وكمان انا بكلم للسياسيين هولنديين خاصه، كمان اوروبيين يعني، وانا بقول يعني حرام السياسه دي، يعني مع السيسي من جديد او مع بشار الاسد مثلا. ده يعني انا شايفه ده دوري. دوري، وانا سعيد بك يا استاذه رينا جدا ان في حد عنده رساله، ومش بس بتغطيها كده، انت بتنزلي كمان لمناطق ملتهبه. سؤالي ليكي قبل الاخير، شايفه الوضع ازاي في مصر؟ هل تغير بعد 9 سنوات
من المجزرة دي للأفضل. هل تغير وجه النظام تجاه الإعلام المستقل؟ أنا من يومين أنا كلمت مع دبلوماسية فرنسوية هنا في إسطنبول، أنا دلوقتي في إسطنبول، وهي قالت لي في أيام الكورونا النظام ما امتدت الإقامات الرخص للصحفيين أجانب كتير، يعني هما كان عشان كان في تقرير في الإعلام الإنجليزي أفتكر بي بي سي، هما كتبوا إن الأرقام من الناس المصابين أو الناس اللي ماتوا عشان كورونا ده في مصر الأرقام الرسمية يعني مش صحيحة، وبعديها كتير رخص يعني هم يعني انتهوا يعني انتهت وما فيش تجديد رخص للصحفيين يعني من بس صح يعني ما فيش تقارير كتير عن مصر في الإعلام الغربي. يعني قصدي كارين ان هم بطل يعني قللوا من منح الصحفيين رخص او يعني تصريح تصوير داخل مصر، صح كده؟ بالضبط. إيه. وانت بتعرفي تنزلي مصر دلوقتي يا رينا؟ لا انا عندي حكم 10 سنين، وكمان حاجة الحكومة الهولندية مش عايزة تعمل شيء يعني عشان عندك حكم 10 سنين في ايه؟ انا شربت نص ساعة قهوة مع محمد فحمي من الجزيرة الإنجليزي ولقيت نفسي في ليست الإرهاب عشان كده. معلش أنت شربتي قهوة نص ساعة مع محمد فحمي وبعدين؟ وبعدين أنا روح هولندا، كان في ديسمبر 13، وشفت إن هو وبيتر جريست وكمان واحد تاني من الجزيرة هما كان يعني اعتقلوهم، وبس أنا رجعت في نهاية يناير وخدت رخصة جديدة صحافة، وبعد كم يوم أنا شفت بالعربي عشان كده كويس إن أنا عربي، أنا شفت إن هما كانوا بيدوروا كمان صحفي هولندي اللي ساكن في ماريوت واللي بيشتغل الجزيرة، وأنا على طول علمت سفارة هولندية وسفير قال ده مش أنتي، أنا قلت لا يعني كل الهجات اللي هما كتبوا ده مش أنا، يعني أنا مش ساكنة في ماريوت، أنا ما بشتغل ولا ثانية اشتغلت مع جزيرة وهيك كده، بس السفارة عملت بحث وهما يوم تاني هما قالوا رينا ممكن تيجي على السفارة بأسرع وقت، وأنا عرفت إن ده كان أنا، وهما أرسلوا سيارة عربية بس في السفارة أول حاجة النائب السفير كان موجود، أول حاجة هو أمل يتصل بالنائب وزير الخارجية وهو عمله الصوت عالي يعني في سبيكر، يعني أنا سمعت ده، وهو قال في هنا في صحفية، هو ما قالش أنا فين، في صحفية إحنا في التواصل معها وإحنا عارفينها كويس قوي، وفي سوء تفاهم هي دلوقتي مطلوبة عشان كان في تلفزيون مصري هم كان بيدوروا علي والله، بس الحمد لله هما كان عندهم اسم الباسبور غلط وكمان النمرة غلط، بس النمرة اللي المصريين يعني حطوا ده نمرتي ضريبة في هولندا وده مكتوب في الباسبوري كمان، بس في الآخر أنا باختصار في الآخر بس بعد 4 أيام بس أنا ما كنتش مسموح أقول في الوقت ده، بس أنا هقول دي كمان معلومة هقول لحضرتك في الآخر، نائب وزير الخارجية المصري هو خرقني من مصر. سنة شكري.
نائبه بدر أتية افتكر اسمه، يعني يعني نائب انت، سامي. يعني انت كنت قاعده مع محمد فهمي من الجزيره بتشربي قهوه، ايه بعدها بيوم عرفتي اسمك، قريتي اسمك على التلفزيون المصري، بعد كم اسبوع بعدها بكم اسبوع عرفتي اسمك على التلفزيون المصري، اني مطلوب صحفي هولندي بس كل المواصفات تنطبق عليك انت. ايوه، انا عرفت من تويتر، كان في واحده صحفيه بريطانيه بيل ترو، هي عندها كان عندها ورقه وده كان مكتوب هم بيدوروا على استرالي، بس احنا عرفنا ده بيتر كريست اللي في سجن، وواحد هولندي وكمان اثنين بريطانيين، أي بريطانيين ما كانوش في مصر في الوقت ده، بس عشان انا شفت هولندي انا على طول كلمت السفاره، السفارة سفاره هولنديه، بس لما انا كنت في الطريق أنا خفت قوي عشان كان في هواجس، بس عشان كده أنا كنت مع سواق السفارة ويعني سيارة دبلوماسية، بس في الطريق على السفارة من رهاب على السفارة ده ساعة تقريبا، إحنا شفنا أو كان في تويتر يعني اسمي، بس بالهولندي الحمد لله الاسم في باسبور شوي مختلفة مختلف. من الاسم، ده كان، بس انا خفت خوف قوي، طبعا خفت خوف قوي، انا سألت والله، بس الحمد لله كل حاجة انا وصلت لكن وكان غير في الاسم الغلط يا رينا، غير الاسم الخطأ، المواصفات الباقية تنطبق عليك، انك ساكنة في انه الصحفي ده ساكن في الرحاب، صحيح كده؟ ايه كل حاجة تنطبق عليك. في النهاية السفارة الهولندية في القاهرة تدخلت، كلمت نائب وزير الخارجية المصري اللي خرجك من المطار على هولندا على طول. ايوه ده كان انا قدمت لي في السفاره، انا قدمت، كان في واحد صحفي في امريكي وكان في سجن كذا ايام، والامريكان يعني خرجوه عشان الشغل كان ان هو يروح من مصر على امريكا، انا قدمت نفس الحاجه، انا قلت للهولنديين اوكي انا اسيب مصر بس عايزه اخرج من هنا، والهولنديين اقترحوا ده، بس انا افتكرت في نفس اليوم انا اطير، يعني بالليل يمكن ده كان في بعد الظهر، انا اطير بالليل، بس ده كان بياخد ايام. بعد المكالمه دي كمان النائب السفير هو كلم النائب العام في مصر، كمان نفس السيناريو، انا سمعت كل حاجه، انا كنت في نفس الغرفه، وهو قال انا افتكرت ان هي بريئه، انا نسيت اسمه النائب هشام العام، بك هشام بكري، ممكن قوي انا نسيت اسمه في الوقت هشام ده، في قصدك في النائب بدايه العام، قصدك النائب العام ولا نائب وزير الخارجية؟ اول حاجه نائب وزير الخارجيه، بعدين نائب العام، النائب العام هشام بركات. ايوه افتكر هو، هو قال انا افتكر هي بريئه، بس مع الاسف الشديد انا دلوقتي انا قدمت الملف للقاضي، انا مش ممكن اي حاجه كده، وطلعتي ومع ذلك طلعتي يعني بعد 4 ايام، بعد بس 4 ايام، وقعدتي بس الاربع ايام دي في بيتك في الرحاب عادي يعني، ولا لا قعدتي لا في لا 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 كان لا عشان انا كنت مطلوبه قعدتي فين؟ قعدتي فين الاربع ايام؟ يعني يمكن انا مش مسموح اقول انا كنت خلاص فين، مش مسموح، يعني خلاص عشان اوكي الصحفيين لو في مشكله تاني هم يروحوا نفس المكان، تمام بس تمام قريب عندك مني حق، عندك السفاره، حق يا قريب رينا، قوي من خلاص السفاره. ما تقوليش المكان. اوكي طيب معلش، يعني رينا انت سمعتي بعد كده الكلام ده كان في 2014 مثلا، خرجتي من مصر؟ بداية أنا فبراير، بداية فبراير 14 أنا خرجت من مصر. إيه بعد كده سمعتي عن جولي اوريجيني؟ نعم، انت متخيله ان كان ممكن يبقى مصيرك زي مصير جولي اوريجيني؟ بالضبط، أنا بدرك تماما، أنا بدرك تماما، نعم. يعني انت الان يعني اتكتب لك عمر جديد بخروجك من مصر 2014. يعني السؤال الاخير بالمناسبه دي، النظام قريب قوي هيستضيف قمه المناخ، لاي درجه
هتصلح قمة المناخ من صورة السيسي في الإعلام الغربي؟ يعني أنا طبعا المصريين بيعملوا جهود كتير عشان أفتكر ده بيساعد، بس يعني مهم إن صحفيين اللي عارفين مصر زيي، يعني حتى إن إحنا يعني مش ممكن ندخل تاني، وفي كتير زيي على فكرة غربيين اللي مش ممكن إن كانوا لازم يهربوا، إن إحنا نجيب الحقيقة يعني، و خلاص إحنا يعني نكسر الجهود، يعني إحنا ما ننسى يعني إيه حصل أو إيه نظام عملت يعني، ولسه يعني في ناس كتير داخل السجون يعني مع الأسف. رينا، اللقاء بيني وبينك خلص، لكن لو قلت لك تكتبي تويتة دلوقتي على ذكرى 9 سنين مرت من رابعة، هتكتبيها بالهولندي أو باللغة اللي بتحبيها وتترجميها لعربي، هتكتبي إيه؟ أنا كتبت النهاردة كذا تويتات بالإنجليزي عشان أنا أفتكر يعني في ناس كتير يعني بيفهموا الإنجليزي. أوكي، كتبت إيه؟ أنا كتبت مثلاً أبداً أنسى، وأنا كتبت كذا حاجات اللي أنا قلت دلوقتي، يعني مثلاً إن أنا وصلت على التلفون في الصبح بدري، وأنا رحت هناك، وأنا كتبت إيه إن أنا شفت هناك، وحاجات زي دي. خليني رينا في النهاية أحييكي مرتين، أولا لأنك امرأة عندها رسالة وبتضحي بعمرها عشان الرسالة دي لنقل صور من المآسي بتاعت الشعوب في الشرق الأوسط منها مصر وسوريا. أنا بحترمك جدا يا رينا لأنك بني آدمة عندك رسالة وبتحاربي وبتضحي عشان الرسالة دي. اللي زي كارينا قاعدة في البيت دلوقتي متجوزة ومخلفة وفلتها زي الفل ولا وجع الدماغ، وممكن تتكلمي على نيكولاس كيج أو تتكلمي على السجادة الحمراء، لكن انت اخترت الصحافة والطريق الأصعب في الصحافة. ده أول شكر الحقيقة. أنا آسف قطعتك، اتفضلي. عفوا. شكرا لكم يعني، وشكرا لأنك انت لبيتي الدعوة، بجد شكرا، بشكرك لتلبيتك الدعوة. الصحفية الأستاذة رينا، كل التحية والتقدير لحضرتك. شكراً.